احنا اليوم موجودين على ارض اللي هي عين الحنية اللي هي العين الأثرية القديمة اللي موجودة اللي هي على في منطقة الحرام خلف خط الهدنة. يعني خط الهدنة بعيد تقريبا من هون حوالي 100 ياردة، هي في ارض 67 كان السكان يصلوا لها في يرعوا محاصيلهم ومواشيهم، كانوا المتنزهين من منطقة بيت لحم يصلوا لها يتنزهوا فيها في فصل الصيف. اليوم الإسرائيليين بيحاولوا أنهم يصادروا هذه المنطقة ويحولوها لمتنزه طبيعي ويسمى الحديقة الوطنية، واللي هي في الأساس عملية سرقة للأرض، بيحاولوا بينقلوا الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام على شارع الالتفاف المؤدي للقدس من هنا، يقدموه إلى مدخل الولجة، وبالتالي مسطط كلها للأرض حوالي 3000 دنم اللي هي بتيجي كلها راح يعتبروا ويكملوا الجدار في حينها ويعتبر الأرض خلف الجدار. هذه عين مية من عيون الولجة اللي عددها 25 نبعة في البن. هذه كانت تستعملوها السكان لزراعة الأرض، مشهور أرض الولجة كثرة المياه فيها، وأهل الولجة الأصليين هم فلاحين بيعتمدوا على الزراعة، كانوا يزرعوا خضار وفواكه وكذا على المية هذه. هذا قبل 48 أجى الاحتلال واغتصب كل الأراضي. الإسرائيل أجت بعد 67 واغتصبت كل الأرض. منطقة أثرية هي فيها خربة قديمة أثار، والعين مبنية بطريقة مرتبة أكنية وبرك ودنيا ودين، الآثار اشتغلوا فيها، وهي ملكيتها محسوبة للأرمن، دير الأرمن هكيد. صار في حركة عند اليهوديه أجوا ورمموها واشتغلوها، وفي عندهم مخطط سووها منتزه وما منتزه، تيجي داخل الجدار هكيت الولجة لنفهمها الجدار. في يعني نوايا عند الإسرائيليين كل الأرض اللي وراء الجدار إنها هذه يضموها يبنوا عليها استيطان، ومع ذلك غير ذلك إن كل أراضي كل منطقة الولجة هي الولجة القدس، يعني القدس يعني كيلومتر عن القدس. ما تبكى ولا عين هكيت غير عين واحدة وثنتين وضعاف اللي هي عين الجويزة وعين الهدف بسموها. خلص ماشي يلا دوري.